جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 يا فامنا 6-12 على يفن أحلى راديو. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فول، الناس كلها أهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من جونا 10-12 حلقة الجمعة 2 ديسمبر 2022. ان شاء الله نعديو مع بعضنا سويعتين من زمان باهين، ان شاء الله تكونوا تعديو في نهار باهي ما سمعتوا فيه كان الاخبار الحلوه، وان شاء الله يتعادى يوم جمعه مبارك على البشريه الكل. في حلقه اليوم كالعاده باش نحكيو على الاعلام، باش نحكيو على المجتمع، وباش نحكيو على المشاهير وكل ما يخص المواطن التونسي والعائله التونسيه. في ميديا ماك فايزه بعد شويه باش تحكي لنا على منظمات وجمعيات تستنكر محاكمات الرأي وتعتبرها تهديد خطير لحرية الصحافة والتعبير. فايزة تحكينا زيدا على الإعلام الإسرائيلي اللي يبدو أنه مستاء من جمهور تونس في المونديال، توميو الحمد لله، أما نحب نعرفوا احنا علاش بالذات استاءوا من جمهور تونس. قناة TF1 تقدم شكوى للفيفا بسبب فوز المنتخب الوطني التونسي في مقابلته ضد فرنسا. في حلقة اليوم باش نحكيو على كأس العالم، باش نبداو نقصوا بشوية بشوية بعد الإليمينيسيون تاع تونس، باش نبداو نقص بشوية بشوية الحديث على الكوب دي موند، أما كمان مازال عندنا برشا ما نحكيو. في الساعة الثانية باش يكون معنا أمين جلانزا من الدوحة، باش نحكيو على ترشح المغرب، باش نحكيو على ما يبدو أنه هجوم المدرب الفرنساوي ديدي ديشان على الجماهير التونسية على خاطرها زفرت على النشيد الوطني الفرنساوي، باش نحكيو على النتائج اللي بعضها مفاجئ في الدور الأول من كأس العالم، نحكيو على إقصاء ألمانيا وإقصاء بلجيكا وغيره من الجمعيات الكبيرة. أريج هي اللي تحكي لنا على الكوب دي موند، احتفاء خاص بعيسى العيدوني من الجماهير التونسية في المطار ما مش في تونس قرطاج، باش تحكي لنا اريج هذا على مشجع عربي يبيع الذهب نتاع عمو لحضور كاس العالم، ندم ولا ما ندمش ما نعرفوش. رئيس كرواتيا السابقه تجي مره اخرى للمونديال وتعمل جيست نال اعجاب كل العرب، شنو هو الجيست هذا اريج؟ ان شاء الله تجاوبنا في ساعتنا الثانيه، ساعتنا الثانيه اللي باش تكون حاضره فيها معانا احلام الجلاسي مباشره من لو مارشي دو فان داني، الدوره الثانيه من لو مارشي دو فان داني باش تكون احلام مباشره من كورنيش المرسى، تعطينا برشا تفاصيل على الحدث هذا. بعد شويه باش نحكيو على حكايه وقف عمل المخابز، لك واش باش يقفوا الا لا ابارتير من 7 ديسمبر؟ الإجابة ناخذوها ونحاول ناخذوها مع سي محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز. مرحبا بكم في حلقة الجمعة 2 ديسمبر 2022 من جونا 10-12. جونا 10-12. صباح الخير فايزة. يظهر لي ميكرو فوالا. هلا. عاودوا. صباح الخير فايزة. صباح النور خالد. صباح النور اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله جمعة مباركة على الناس الكل، إن شاء الله بالخير يا ربي، إن شاء الله يرتاحوا بالقدا وأنت زادة ترتاح بالقدا. مرتاح أنا؟ عمري ما كنت تعب. يزي عاد، يزينا. نرقد مليح، ناكل مليح. نرتاح برشا، عندي برشا وقت راحة والحمد لله. أنا نسكت خير. باهي، ما تسكتش خاطر لازمك تحكي على أخبار الإعلام، والبداية باش تكون مع الأخبار اللي يخص منظمات والجمعيات اللي تستنكر محاكمات الرأي وتعتبرها تهديد خطير لحرية الصحافة والتعبير. من بين المنظمات هذه خالد، الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، البوصلة، الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، وغيرهم المنظمات خالد اللي عبروا على انشغالهم من الحكم اللي أصدرته الدائرة المختصة في القضايا والقاضي بالسجن لمدة سنة في حق مراسل إذاعة موزايك فام خليفة القاسمي بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب. المنظمات هذه أشارت أن محاكمة الرأي والنشر تتالت بصفة كبيرة في المدة الأخرى، وهو ما يعتبر مؤشر خطير على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر. واستنكرت المنظمات الحكم اللي وصفته بالمهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في
في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي، وتعتبر انتكاسة كبيرة للمنظمة القضائية حسب النص البيان. وبصفتي صحفية زيدة نستنكر ونعتبر زيدة مهزلة اللي قاعد صاير في حق الصحفيين. ما نجموش نكونوا معناها في حياة تام على قضية تهمنا، وهي حق لكل صحفي معناها اليوم يخدم كوريكتمون ويخو المعلومة من مصدرها، ومن حقه زيدة يخفي ويحتفظ بالمصدر اللي قدم له المعلومة. هذا من عشنو رأيك انت خالد؟ انت عندك احساس انه معناها في تونس تو نعيشوا في زمن اللي الحكومة فيه ولا السلطة فيه من يملك القرار قاعد يسمع في الحملات متاع الاحتجاجات هذية على قالك قاعد نسمع في القمة الفرنكوفونية. جاوب زميلنا شيكر بسبيس قالوا هاكم تتكلموا هاكم لا 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 ماكش فهمتني، معناها الحملة هذية متاع المساندة اللي لازم تصير في وسائل الإعلام الكل والصحافة الكل للزميل إيه، أما إسكو عنا سلطة قاعدة تسمع في الاحتجاجات متاع الصحفيين، في الاحتجاجات متاع المواطنين على غلاء المعيشة، في الاحتجاجات متاع المعلمين، في الاحتجاجات متاع جماعة النقل؟ تعرفوا مسلسل باب الخلق متاع محمود عبد العزيز؟ محمود عبد العزيز أنا الممثل المصري المفضل عندي أنا، هو شوي أحمد زكي. محمود عبد العزيز المسلسل ما تنشرش برش، ما نجحش جماهيرية كبيرة، أما في تقديري أنا ومانيش إكسبير في التمثيل، حط فيه كل ما عنده، معناها كل خبرة محمود عبد العزيز صبها في المسلسل ذاك، وعمل لهم بيرفورمانس خارق العادة. المسلسل في لقطة من اللقطات هو انفيتي عند عمرو أديب في المسلسل، ويقولوا جملة مهمة جدا، قالوا نحن نعيش في زمن اللامبالاة، الحكومة تعمل اللي تحب والشعب تغني كيما تحب، والشعب مش واخد باله ولا متنش، هما يقولوا ما يهموش، والحكومة تعمل اللي تحب ولا الشعب من جهة أخرى يعمل اللي يحب والحكومة متنشة وعايشين هكيك. احتج للصباح اقعد احكي على الزميل الصحفي مثل المنابر الاعلاميه، هو ما نقعدوش في البيانات، حتى حد ما خرج وقال يا خويا ما هو فما حق فسر امواي بالك، احنا قاعدين نعملوا في حمله موسيندا واللطف عليه الراجل اللي كوبابل بالحق، معناها متهم بالحق وعنده بالك، احنا قاعدين نعملوا في حمله موسيندا غلط، اخرج ووضح، اخرج ما نعرفش شكون لازم يخرج ووضح، قول راهو الحكم صار على اساس على هكا وهكا وهكا وهكا، ما تخليش العباد تعيط وحدها، مش ما نقولش كلمه اخرى خاطر يعملوا فينا هكاك، هما نعيط وحدنا وفما حتى حد يجاوبك، وفما حتى حد يعطيك توضيحات، وقعد نقعد ونحكي واي حمله موسيقى، انا متواصله حريه التعبير كما قلت انت خالد، نقطه من نقاط الموجوده حرية في التعبير نورمال، سامحني قصت عليك مره اخرى، راهي حريه التعبير معناها توجدت باش العبيد تتكلم والسلطة تاخو بعين الاعتبار الكلام هذاك، ما فماش صدى واصل في للسلطة في منطقة متاع انت تكلم وانا نعمل اللي نحب، مش ما نعملو بيه شيء، حرية التعبير هنا نتكلم وكاو، فهمت الكلام والتحرك الاحتجاجي هي للضغط، احنا مانيش قاعدين نضغطو كما قلت انت خالد، خاطر السلطة ما فماش صدى، ما فماش رجع صدى بالنسبة للمطالب هذية، لازمنا نضغطو بقوة يذهل المرة هذية، ولازمنا نتحدو الناس الكل، لازم القطاع أبار انه النقابة الصحفيين تساند، لازم النقابات وجمعيات هذية الكل ما تقفش حدود البيانات، ما تقفش حدود الكلمات، لازمها تتطور الكلمات هذية، ما يسالش خلينا نعملو تحركات احتجاجية، خلينا نوصلو حتى الإضراب في القطاع هذايا الكل، خلينا نوصلوا، خلينا نقولوا لي لتكميم الأفواه، خلينا نقولوا لي للعبيد اللي تحب تسكتنا، خاطر مهما يكون يقولوا إعلام العاروك كما قلت انت، ثم فيه الباهي والخايب الدومين، لكن هذايا حق راهو حق مشروع بالنسبة للمواطن التونسي انه توصلوا المعلومة يا خالد. هيا فايزة العرفاوي تتمرد على المباشر وتطالب بثورة إعلامية، تحب تعملي مشاكل. هاي تعدي الخبر اللي بعده اللي يقول انه الإعلام تاع الكيان الصهيوني مستاء جدا من جمهور تونس في المونديال. علاش؟ صحيفة تايمز في إسرائيل تقول انه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يطفو على الساحة خلال منافسات كأس العالم في قطر، والإعلام الإسرائيلي يتسائل على فرضية تسليط عقوبات من الفيفا على المنتخب التونسي بسبب رفع على علم الفلسطيني
الفلسطيني والهتافات باسم فلسطين في كل مباريات المنتخب الوطني في المونديال. ديجا قاعدين نشوفوا في التصويره على EFM TV تحيه اجلال واكبار للجمهور التونسي. راهو التونس ما يفهموش كان في الكوره. العلم هذا خرج في دقيقه 48 من ماتش استراليا احتفاء ولا تذكيرا بنكبة 48. تعرف نقول لك حاجة، اللي صار مع حرب أوكرانيا توا يمكن أبوستيريوري تلع به ماهوش خايب. دون كيل سانس، قبل كي كانت الجماهير تتعاطف مع فلسطين وألا ملاعبية كما صار مع بوتريكا مثلا يتعاطف مع فلسطين يتعاقب، توا أنت عديت عام كامل تتعاطف مع أوكرانيا والبطولات متاعك الكل تتعاطف مع أوكرانيا، توا ما تجمش تقول لي ما تتعاطفش مع فلسطين. فهمت؟ دونك جيت تحليل منطقي. مديما منرفزين احنا فرحانين في على الاخر. قناة تيفا هي زد منرفزة وتقدم شكوى الى الفيفا بسبب فوز المنتخب التونسي. محكين عليها ديجا البارح شنو صار في قناة تيفا الفرنسية اللي انهيت بث المقابلة مباشرة بعد هدف غريزمان وغالطت المتابعين متاحة، وبعد ذلك اعتذرت القناة من جديد وقررت انها تقدم شكوى الى الفيفا. نائب المدير العام الأعمال والرياضة في تيفا قال إنه القناة ضحية متاع خطأ من قبل حكم الفيفا لناشد حكم الفيديو المساعد عندما لم يكن لديه الحق في القيام بذلك وفقا للوائح. ديجا فسرتين أنت شوية خالد الحكاية ذي، وقال إنه سبب الحكم سبب الحكم القناة غلطت المشاهدين وهذا أمر غير مقبول، لذلك القناة قررت تقديم شكوى إلى متاع هاني عملت رياكسيون باش راهو مش ماشي غلط. عرفتك اللي انا غلطت مراني غلطت على خاطر هكا وهكا وهكا بالضبط. شوية بوليميك باهي باش نحكي عليها على في تونس، نسيو الماتش احنا ونسيو الفوز نتاعنا ماناش باش ننساوه. لا مش لينا احنا، هو الميساج متوجه للجماهير الفرنساويه اللي تهكمت برشا على تيفا. دونك هاكا او ميم طون القنوات الاخرين كل يقراو روحهم يحكيو على تيفا والشكوى هذه. دونك ايوا ننساو الماتش احنا احنا ما ننساوش الماتش مش تنساو. مادام فما شكون سالتك سؤال البارح والتوالت فهمنا فيه شنو هي الفيرسيون باش نحكيوها لاجيالنا. باش نقولوا مسمى راهي تونس ربحت فرنسا بطل العالم. شكون لعب ما نعرفش ما نتفكرش. خليل البلوشي هكا خليل البلوشي يتهاكم على انسحاب المانيا. الانسحاب كان حديث عديد من الإعلاميين، ديجا منهم المعلق الرياضي خليل البلوشي اللي انشر تصويرة وزيرة الداخلية الألمانية اللي لبست شعار المثلية، وزيرة الخارجية البلجيكية اللي عملت نفس الشيء وكتبت قابلوا بعض في المطار عاد وتفاهموا. ذكروا لي خليل البلوشي بعد خسارة المنتخب الألماني في المباشر قال ألمانيا ركزت في أمور خارج الملعب فخسرت معركتها في الميدان، ألمانيا دافعت عن قضية خاسرة فستخسر مالكي وما عليك، وهذه رسالة للجميع وليس لألمانيا وحدها. ألمانيا ركزت خارج كرة القدم فخسرت كرة القدم، ما هو غير اللعبة؟ مع السلامة يا ألمانيا، لا كرة ولا غير الكرة. برشا تشمتوا في ألمانيا البارح، برشا تشمتوا في ألمانيا ومفهوم شوية دونسنس، خاطر مش في علاقة بالقضية أنسوا أما في علاقة بالمحاولة الاستقواء هذيك، معناها بلاد مستضيفتك تقول لك ما تعملش هذا تعملوا أنت بسيف، أي أخرج برا مش انت على المانيا، اما حتى انت مش تخرج خاطر احنا مش تعدلوا الفقره اللي بعدها. امين ابو غمزه لازم تتدخل دوسك. احنا مش تعدلوا الفقره اللي بعدها. ميرسي بوكو فايزه، بون ويكاند ليك انت وللي يسمعوا فينا الكل. ما زلنا مع بعضنا حتى النص نهار باش نحكيوا توا على موضوع يهمنا الناس الكل، هكا وسي بون فيت كوب دي مون، باش نرجعوا نحكيوا كيما قلنا البارح على ما عادش خبز ما عادش حليب وما عادش غيره. فما اخبار يحكي على قرار توقيف انتاج الخبز بجميع مخابز الجمهوريه نهار الاربعاء 7 ديسمبر. فما زاد نيه منخرطي الغرفه من كامل ولايه الجمهوريه دونك القيام باعتصام صلب اتحاد الصناعه والتجاره بالتزامن مع توفيق توقيف الانتاج. سامحوني باش ناخذ اكثر تفاصيل، احنا مع رئيس الغرفة الوطنية للمخابز سي محمد بوعنان. صباح النور. صباح الفل، شنوعانك يا خويا؟ لاباس عليك سي محمد. اي خويا بارك الله فيك. خويا على اثر الكلمة الأخرانية اللي قلت فما نية، لا فما راهم باش يعتصموا نهار الأربعاء جميع الخبازة، وهذا نداء للخبازة الكل باش يجوا نهار الأربعاء معتصمين في اتحاد الصناعة والتجارة في الببرة حي الخضر، هذه حاجة ضرورية. باش باش تطالبوا؟ علاش باش شنو باش طالبوا؟ الطلب نتاع ساعة توقيف العمل نهار الأربعاء ما فيش خبز في كامل الجمهورية.
ما نعرفش عليه نهار اثنين ثلاثة. الطلب بتاعنا سهل ما في شيء، ما عندناش حاجة أخرى. احنا عندنا طلب تفكر نهار 19 أكتوبر، عملنا توقيف واحد ووقفنا الخدمة ورجعنا بخط خطر في الشعب وبخط خطر في الدولة وكذا، وقلنا تقول وعدونا باش يعطونا الحقات متاعنا. اليوم شهر ونصف وشهرين ومش يفوت علينا العام وما حبوش يعطونا. جينا اللي تكلم يقول لك ما عنديش، ما فماش، ما عنديش، ما عنديش. والخبازة ما عادش عندهم باش يصنعوا خبز، مش راهم مش مقرفين، راهم عندهم باش يشروا مادة أولية بتاع هاي يعطونا الفرينة بلاش يا خويا وبعطيك نتحاسبوا ميساج. ما حبوش عطونا البود، عطونا خبز. سي محمد، سي محمد، خلينا نفسر للي يسمعوا فينا اللي ماهمش فاهمين بديت الوضعية. دونك اليوم الكوش نتاع تونس من الآخر تسال الدولة 250 مليون 250 مليار 250 مليار. نعم الدولة الدولة انتوما تشريو كيفاش تتم العملية؟ ما يصيرش خلينا نفهموها احنا كيفاش تتم العملية. انتوما تشريو الفرينة وبعد تعوض لكم الدولة هاك سؤال خلق العقد. هذا كأني شو اسمه شخص يجي للعطار يقول له اعطيني السلعة اعطيني السلعة اعطيني السلعة وتقوم خلص تقوم خلص وبعد في الاخر مواطن بعطيه هرب يخليه له. احنا هكذا عملونا، احنا يقولون بروا حضروا اشروا السلعة الفرينة والخدام وخلصوا من عندكم تون شرعتكم الفلوس بدوها بالشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث توصلوا 14 شهر. معناتها احنا كلفونا باش نصنعوا لهم الخبز، احنا راه ستر طونس، احنا نخدموا ستر طونس على الدولة. يكلفك يقول لك بربي يا سي محمد اصنع لي المنطقة الفلانية 10,000 خبزة وتو نجيب لك السلعه نتاعها. نمشي ونمشي نصنع احنا بكره راس مال اللي عندنا نصنعوا به تعدى شر وشر الثاني حتى لان ولات تو الفلوسنا كلهم ديارنا. فما عباد عندها ديار وعندها ضوء كراه بعتها باش ينجموا يسروا السلعه، ما كانش يسكروا فريق الكش هذاك. علاش اليوم كلها كامل 24 ولايه ما عندهمش يشيشروا الماده الاوليه نتاع الخبز. دونك الكوش ياخذوا الفارينة بالاسوام النورمال تاع الجروسيستيم بعد الدولة ترجع لهم باش هما ينجموا يربحوا ويواصلوا العمل. الدولة قالت لهم اشريوا وتو خلصكم 34 شهر ما خلصتهمش، وصلنا ل 250 مليار نهار في 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 نوفمبر، في بداية نوفمبر كانوا باش يعملوا غريف. الدولة قالت لهم لا لا ما يصيرش مش نسوي لكم الوضعية. وفي الاخر خليني نقول كي العادة الدولة ما التزمتش بوعودها. فما حاجة بيزار أخرى، فما حاجة غريبة أكثر. أنتم يبدو أنكم طلبتوا من الدولة قلت لهم أي ما يسالش ما نوقفوش الخبز على الشعب، أما وفرونا أنتم الفارينة ونقص من الحسبة متاع اللي نسالهولك. معناه برافو عليك والله انت، والله حقك بنعملك مع المحامي نتاعي تتكلم هنا كله في برافو. الكلام هذا هو اللي حتى مذيع ما قال عتم الحكايه هذا بالضبط. سيدي هاني تو على يدك انت سيدي، يعطوني يعطوا ارض للمطاح نقول لهم بربي وصلوا الفرينه للخبازه ما تاخذوا عليهم فلوس. تو نحضرك الفلوس اللي تحب عليها اكثر من هيك. الدوله قالت لكم ليه؟ لا ما فهمتش علاش. اي علاش؟ على خر هم بيدهم المطاح ما عندهم، ما عندهمش فلوس ياخذ بالقمح بالحاضر، ما عندهمش فلوس ياخذ البحر، ما عندهمش فلوس ما بيجي المطعم. معناتها تبدا مشاركين كله مع بعضه بعض. معناتها يقول قائل الدوله هي المتحمله المسؤوليه نتاع الشيء هذا. تقول هي خبزه زي ما تبيعها ب 500 مليم خلتها ب 190 مليم وبعد تقولها وكذا ما تنجمش. فهمت خويا؟ الخبزه بقات عندها 20 15 سنه من 2010 2008 ما زادتش الخبزه ما تجيش. ما فما مزدوط وفما ضوء وفما عمال العامل 2002 يخلص 50 دينار يخلص مليون. اسمع سي محمد، الخبزه ما زادتش في الـ في الـ في السوم، اما زادت في التكلفه نتاعها. هما زادوكم في في قيمه الدعم معناها ولا؟ اي زدت في الكلفه معناتها بالطبع. هي شوف اخويا انت توا نعطيك كيلو نقول لك صنع به خبزه في عام 2008 صنعت جاتك خلق العاده وخذيت الفرينه والخميره والمركه الكيلو خميره كيما نقول احنا بدور والخميره بدور والخميره جات قد اليوم الخميره والخميره ولت بدينار والفرينه ولت بدينار والعام ولا بدينار. ما عادش الفلوس هذوك هما ميزانهم يتطوروا هذاك كيما تطور الصنعه الفلوس نتاع العمال المصروف والفرينه وبعد تطور صار الخبز هما خلوه كاكا خايفين عملوا قالوا لا ندعموا بالخبز للمواطن لكن تو وحلو لا عارف يمشي 250 مليار بربي يشتروا راس مال وخباز مش عنده يحب الدوله 100,000 دينار منين؟ وهذا فلوس راه بتعرف شنو قاعد يترقبوا عليهم الديون سينسيس مرك عليهم اللمبوت مرك عليهم كل الزو مرك عليهم كل شيء بالانتريس وكل شيء باكا بالانتريس. معناته هو ياخذ في 10% ربح هامش ربح على الشيف الدفاع نتاعه ويخلص في البنك تقريبا 12% ولا 13%. معناتها ما راهو حتى حد بينجم يتكلم كلام هذا خاطر ما في شيء. انا ما نلعبش انا لو كان جات تم حتى 1%
باش نجموا نواصلوا نخدموا. انا تونسي مانيش وما عندي حتى انتماء سياسي، انا حباز نخدم على روحي وكهو. لو كان جات القاو فما عباد اكدك عندهم جماعه مسكرين الكشف تحت. واضح سي محمد. سؤال اخير ونخدم، وانا كنت اسمع فينا كنت نحكي على جوستمون مطالب اخرى، وقلت فما ساعات الدولة تعطيك احساس انه احتج واعتصم قد ما تحب، راهو انا باش نعمل اللي كان اللي في راسي. اذا كان عملتوا الاضراب والاعتصام نتاع 7 ديسمبر وباقي ما خلصوكمش في 250 مليار، شنو ينجم يصير؟ شي واسع على طول الاضراب اخوي العزيز، على طول مش نعرف. مفتوح الاضراب، مفتوح ردوا بالك مفتوح، والبيتين غادي اذا خبازه كلها 3000 خبازه في جوبات الاتحاد اللي عايش خويا. ويجي مرحبا بك اذا صحافي يجي تلقانا نجي وانت تسمع السما في حبيلي خبزه من نهار الثلاثه تمشي. الله يخليك سي محمد، ميرسي بوكو خويا. كل المسانده هذيك هو عباد سلت برشا، راهو قطاعات في برشا قطاعات العباد المصنعين التجار وغيره يسالوا الدوله فلوس ولقاو رواحهم توا غير قادرين انهم يواصلوا الاكتيفيتي نتاعهم. ولا فما شكون راهو لقى روحه ماهوش منجم، خاطر العباد تتعامل على فوا مع الدوله ولا فوا مع خواص، فما شكون لقى روحه ماهوش منجم يخلص لي فورنيسور نتاعو وممكن تخلى الحبس على خاطر الدوله ماهيش مخلصته. دونك الدوله لازم تلقى حلول للمشاكل هذه الكل. خلصوا العباد يا خويا، خلصوا العباد. ميرسي بوكو مره اخرى، شكرا جزيلا سي محمد بوعنان، كان معنا رئيس الغرفه الوطنيه للمخابز. نعاودوا نفكروا بالاخبار، اضراب مفتوح، هذا جديد، اضراب مفتوح في جميع مخابز الجمهوريه نهار الاربعاء 7 ديسمبر. من هنا الغادي ان شاء الله يلقاو حل مع السلطه. احنا باش نعملوا فاصل صغير، بعد شوية باش نمشيو نشوفوا الأسوام متاع الخضرة والغلة مع أحلام جلاسي من مرشي المرسى. نص نهار جونا ديز دوز مع يوسف البحري. جونا ديز دوز يا فامنا سيز دوز على يا فام أحلى غدي. مرحبا بكم من جديد، 10:45 دقيقة تسمعوا في حلقة الجمعة 2 ديسمبر 2022 من جونا ديز دوز. صلاة جمعة مباركة عليكم الكل. كنا نحكيو مع سي محمد بوعانين رئيس الغرفة الوطنية للمخابز، حكي لنا على النية والقرار متاع الإضراب في جميع مخابز الجمهورية بداية من هذا الأربعاء 7 ديسمبر. نحكيو على إضراب مفتوح، يطالبوا بخلاص ديون مع الدولة قيمتها 250 مليار. به باش نمشيو شوية آخر للأخبار الوطنية والعالمية الأخرى وتعليقات خضر حرب ما توا. خلينا نمشيو للمرسى وين موجودة زميلتنا أحلام الجلاسي باش تعطينا الأسوام متاع قضية اليوم. حلومة صباح النور. بخير، شنو أحوالك؟ ولا يصافى الحمد لله. نحب تحية للناس مرسى كل خاطر كل ما يراوني يفحوا بيا اسمي ورد اسمي كلامي اسمي محليك. دونك محليكم محليكم جماعة المرسى الكل، حتينا نحبكم. صارت مرة دي قريت انا المرسى مشكلة هكا او ناس موفية عارفوا المشكلة سيما نيش نعادوا ان نقولوها. دونك سوء هكا تصيهم يعرفونيش ما نعرفهم. تحية للي يجي على الورد في المرسى بردي. كان تصير لك انتوكا على كل حال، كان تصير لك اي مشكلة في المرسى تمشي على الكورنيش اي واحد يكلمك قل له ذي رزق سي عبد ستار عمامو، هو هكا قال في ال في في الماتينال مع برهان، قال رزق عائلتنا هذيك وعنا حكم فيها وما نجمش نخرجوا العبيد. دونك امشي غادي واعمل اللي تحب. اللي والله اللي يحبوني ونحبهم ومحلى ومحلى زينة وهكا ومثلها المرسى الحق عربي مثلها اخويا. جميلة المرسى، جميلة على الاخر. جميلة المرشي الساعة، جميلة الاسوام متاع مرشي المرسى ولا؟ والله من ناحية جميل مزيانة. مزيانة كيف هي يقول لك احنا عندنا في حصون غالي اما الكاليتي باهية، فهمت ديما نعاود الكاليتي باهية. دونك جيب قفتك اللي نورمال تطلع القفة ارخص من صغير. نعطيو نحن نعطيو الاسوام نتاعنا ديما نذكروا الغلة فريسكا والخضرة فريسكا بالتونسية. القرع الاحمر يبيعوا فيها 2300، السلطه 1300، السمنه 1350. اسمعني ركز خاطر الطماطم ارخص شويه عندكم هنا. رخص على 100 ليفات، الطماطم الكيلو 2125
الخيار 2250 جربينه 4250 اما الجربينه ما رخصتش مازالت غاليه مازالت غاليه البطاطا 5 سنين البطاطا مازالت فراخها تكون متاحه ولد الجمل النقاوة 3950 الحلو 3100 الكرومب الاحمر الدينار الكرومب الاخضر 700 تسل المسكي 2200 القارب 3950 ما شاء الله الدنيا الكل اسامي محطوطه منظمين دهنيه في نفس المرسي بعثيني دونك والله ما احنا مع الاخر نعسل في الازياء وصلتهم عليك الاستاذ النرقاوه 2800 ساعات خويا خالد نحس ما تكلمش ما شوف وقت اللي تبدا الست تغني قال لي خير ما يقص عليها حتى حد الكريمة 14 دينار انا ناس طبعا 10 ريت مدينة 2800 نزلت عربي 1500 الماس دينار تفاح الاحمر 5000 الدقلة 11250 بنان تفاح الاحمر 5000 كهو كهو يدي خضر احمر ليه بحذية خضرة قالت لي برشا قلت له رخيص التفاح الاحمر في الـ في الـ في العوينه يذولي ب 8000 يسمى ارخص راهو يسمى ارخص يا حمر يا خضره سامحني دونك ما حمر هذا ليه والله تفاح احمر خاطر ماهوش بمار ماهوش بمار راني غلط ليه يسر 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 البنان تعرف 500 تسجل من 2008 تسجل معناتها حاجه ما تكفيش حاجه حتى انت تعرف تاكلش الزول معزون اتا هاو خليني نكمل البيتي يا خبيت لعوينا ب 6000 لعنب ب 3000 لعنب ب 3000 كذا الكيوي 8000 ابوكا كذا ابوكا شوف عادي معناها البنان 10000 البنان 10000 عايزة عليه دونك نورمالمون ندخل قاعدة تبيع كيف هنايا في هذا المرسى حلالتهم سهلا وانا بدلت اهلا ميرسي بوكو عايزك كملت حلومة والله عنا شكون قال توا جيتكم بالذمة راديو اي اف ام كان يسمع فينا في التاكسي نحكيو شوية على سويم على غلاية على المعيشة كل يوم قاعدين نحكيو على سويم وعلى غلاية والمعيشة والتاكسي ولا 900 فرنك مش مشكلة قاعدين التاكسي ما تسمعني ميرسي بوكو حلومة كانت هذه الأسوام من مرشي المرسى أحلام جلاسي نلقاوها بعد شوية باش تحكينا على المرشي مرشي واحد آخر المرشي دو فانداني تتعرفوا عليه أكثر التفاصيل بعد في الساعة الثانية ما تو ساعتنا الأولى باش نختموها مع خضرة حرب توت سويت صباح النور خضر صباح الورد صباح الفل والياسمين صباحكم دقلة وحليب محليكم ومعسكم وقديش نتوحشكم على شكون انت تحكي على المستمعين على المستمعين بيان سور على زملائي زاد في اي اف ام سامحني خالد قبل ما نبدا كان تسمح لي سيدي المناشط نحب نعمل تحيه نتاع عيد ميلاد لصديقتي نحب نقول للقلب الحنين للضحكه المزيانه صاحبت الناس الكل الحنين على الناس الكل نقول لها كل عام وانت حيه بخير سرور لحجيجي ان شاء الله ربي يعطيك طول العمر ويداوم عشرتنا سرور كل عام وانت حي بخير وكل عام وانت حي بخير ساعة الأخيرة اللي استطهم انت باش أتعلق عليهم والبداية جوستومون في زيادات جديدة في تعريفات النقل غير المنتظم باش نصدمك باش نقول لك أنا مع زيادات هذية تاع زيادات نتاع نتاع تعريفات النقل الغير المنتظم منهم التاكسي الفردي أنا معاه على الأخر وفرحانة بالقرار هذية تصدمنيش خاطر حتى أنا معاه دكور بينا مع انه زيدا يكون فما معاهده صلح بين المواطن والتاكسي الفردي وقايت يظهر وقايت دونك لهنا انا سامحني ناخذ في تاكسي مثلا من داري الهنيه كيفاش نعديها على الابليكاسيون تطلع لي حكيت 20 دينار
ساعات 18 دينار ساعات فوق ال 20 دينار. دونك لهنا كي انا تطلع لي في العادي 8500 وتطلع لي بزياده جديده 12 دينار و500 انا نخلصهم ونعطيهم التاكسي وما نخلصش الزايد هذاك الكل لي زابليكاسيون اللي تبارك الله نشوفوا فيهم بارتو. زيد لهنا من حق التاكسي انه ننفسوه شويه في الدوله باش هو بيدو يكون متنفس مع المواطن هكا ولا ليه؟ لهنا نشوفوا فما ديار فيهم 8 رخص نتاع تاكسي ودار واحده نلقاه عنده 20 سنه صاب رخصه ما خذاهاش بخليف الكهرباء اللي تتكسر وساعات تلقاه يقعد حياته كله صانع كلها صانع وعنده شكون بجنبه الولاد الاول عنده رخصه والثاني رخصه والثالث رخصه اكسيتيرا مع فما شكون مسؤولين وما نحبش نسمي في النقابات نتاع التاكسي داخلين مع شركات اللي يعملوا في الابليكاسيون هذوما ويقوموا يدافعوا على التاكسي الفردي. فلذا نقول ان لم تستحي فافعل ما شئت. انا مع زياده هذيا ومع ان نكونوا يد واحده باش ترجع العلاقه الطيبه ما بين التاكسي والمواطن. وشكرا. شكرا ليك خضر حرب. صحيت خضر صحيت سعيد. لا مجال للتفريط في المؤسسات العموميه ويجب التخفيض في الاسعار. بون الحكاية هذه مانيش ندخل فيها خاطر ديما تدخل بين الفر واللحم تخرج بنتونة. صحيت يا خويا قداش من مره كيتعاركوا كوبل في بلاصه يقول لك رد بك دخل روحك بينات راكي هما يرجعوا وانت تخرج من بعد حالتك حليل. شكون الكوبل نحكيوا عليه توا الاتحاد اللي تحكي عليه توا الاتحاد ورئاسه الدوله جماعه يقولوا هنبيعوا وجماعه يقول لك لن نبيع جماعه يقول لك يا ولدي رام الفرنسيس يكتبوا في كذا وشي وعندهم وجماعه يقول لك يا خويا انا اش مدخلني كان بعتوا انا ما نسمعش كان ما بعتوش انا ما نسمعش انا كمواطن في كل حالات ماني قاعد نسمع بحتى شيء. واضح. الخبر اللي بعده قال امنيتي سيد رئيس الدوله قال مع مدام بودن مشيت له امبارح سنعمل على تخفيض الاسعار فهمتني والله العظيم انا فما حاجه لاحظتها لهنا انه كل ما يقول باش نخفضوا في الاسعار تطلع انا ماذا بيا سيد الرئيس كان يخرج لنا ليله مليالي معنا معارض معنا انا ماذا بيا كان يخرج في ليله مليالي ويقولنا سنرفع الاسعار تو تهبط الاسعار ديما ما مانيش راني قاعده نتاكي في سيد الرئيس ايه جمله واحده بديتا والله لا تعرف قداش نحبه ونحترمه اخطاونا من لعب الماسط هذا يرحم والديك عندي طفله وعندي صغار هاك تشوف شو يعمل لك نعيش في وقت نعيش في ديمقراطيه حريه تعبير الصحفيين مهدين الكرونيكور مهدين الاتحاد يخرج يحكي على الكرونيكور رئيس الحكومه تخرج تحكي على الكرونيكور ما تولد تخوف الحكايه شويه هما صحفيين وتمسوا خلي نحن متطفلين على القطاع كما تقولوا انتم اخواننا الصحفيين بارك مانيش صحفيين بارك الله فيك سيدي الرئيس وكان تخرج لينا تطمنا تقولنا رابش نزيدوا في الاسعار وقتها تبدا امورنا هانيه نمشيو للخبر اللي بعد. دبي بيقول سنساعد الخطوط التونسيه بتقديم الوقود المدعم. صحه للغزاله صحة للغزالة يا خويا شكون كيفها باش يدلوها ويجيبوا لها الوقود. نحنا شعب كامل عندنا توا 4 سنين مينيموم ما ريناش بعينينا زيت المدعم والغزالة باش يجيها الوقود المدعم من الشقيقة ليبيا. خبر اخر زاد في نفس السياق قال اسمع بربي خلنا البارح سمحت البارح تفرج في فيديو على الفيسبوك مواطن ليبي مشي لقطر قال عادي يدور حال لايف ويدور يدور يدور اسمعني نور ركز معي يدور ليبي ذي يدور في قطر يدور 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 بعد يقول عمل لك والله العظيم قول اهنا البترول اللي عنا في ليبيا زيد قليل عنده الحق بصراحة عنده الحق. في نفس السياق سيد بيبة قال انه من هنا لاخر العام باش يخلص الديون اللي ليبيا تسالهم لنا. يعني امبارح يقول دقيق امبارح يقول انه ليبيا تتنازل على الديون اللي تونس عند ليبيا ويقولوا ميم طون معناتها احنا فرحنا وقلنا الاخوه والجيره شنو قال اخر؟ قال انه احنا نسالوا ليبيا فلوس من هنا لاخر العام باش يخلصوه. تو مش عيب هذا؟ ايش تحب؟ شنو ايش نحب يا خويا نعملوا معاهم زيست كيما عملوا معانا
تو الراجل معناتها قايم مخلص ديون تونس الكل وقال السميح واحنا نزربوا فيه من هنا الراس العام باش يخلص الديون. ليه جدولة من قبل اي ما ولا نعملوا جيست يا خويا نعملوا جيست نطيحوا لهم في شويه ديون كلينيكات هكا كلينيك ولا زوز فهمني تيودي خلي الامور تمشي وتبارك الله الدنيا محلوله. يعني احنا مستحقين فلوس واحنا اشقاء مستحقين فلوس ناخذ ولا سقينا تو ناخذ ولا سقينا تو يميمتي بعد اعفاء بأمر رئيس بلدية بنزارة أنا الرئيس الشرعي. ده كان زمان شرعي ذي حكاية انسيها. قالوها قبلك يا سيدي رئيس البلدية المجمد قالوها قبلك الحكاية هذية ووقفوا قدام باب البرلمان وتسكر عليهم الباب أكهو اللي يلعب ما ينغرش. نمشيو للخبر الاخرين يا خالد. ما عادش عندنا وقت سمحني خالد. البرلمان الاوروبي يمان يقرر اعفاء مواطني قطر من تاشيره شنغن. باهي كمل. ده حلمنا طول عمرنا شنغن يلمنا كلنا. شبينا مانيش قطر في بالك كان قطر جات قريبه. سمعت كلامي وقلت لي هو اخر خبر والله العظيم وصلنا الوقت الاخبار والميتيو. نعطيك اخر حاجه على الميكرو هذي شايمة في الميتيو سلمى هلال في الاخبار. ارجع الساعه الثانيه وقول اللي تحب. شايمة في الميتيو سلمى هلال في الاخبار. مواصلين حتى النص نهار في جونا ديز دوز. بعد شوية مكملين في جوك ديز دوز مع يوسف البحري على إي إف إم أحلى راديو.